هناك اللي كتبتيها. أيوة أيوة كانت كانت فكرتي. وأنا أنا عندي عشق للقدماء المصريين. أنا عملت برنامج في الإذاعة، كان جت رئيس الشبكة قالت لي قدمنا برنامج للجنة، كان في مهرجان للتلفزيون وقتها، قدمنا برنامج للجنة واترفض، عايزاكي تعملي لي برنامج في يومين. قلت لها ازاي؟ قالت لي كده ما في، لازم نعمل، لازم نقدم حاجة. جابت لي كل الامكانيات اللي ممكن، قعدنا يمكن 48 ساعة كتبت. اولا فايه اللي كتبته؟ اول حاجة جت في بالي ان الالهة فوق او القدماء المصريين فوق بيتسألوا ايه اللي حاصل في مصر النهاردة، حالتها ايه، النيل حالته ايه، النخل حالته ايه، الثقافة، الفن، الجمال. فبعتوا مندوب يتعرف على مصر النهاردة ويعرف ايه الحاصل. فوجد ان تمثال نفرتيتي في برلين، وان الهوروسكوب بتاعنا في اللوفر، وان دمياتا ستون حجر رشيد اللي عليها في المتحف البريطاني. فحزن جدا ان الحاجات الأثرية الثمينة دي مش موجودة في بلدها. كان في مشهد مثلا لنفرتيتي وهي بتبكي، فالحارس بتاعها في المتحف بيقول لها بتبكي ليه؟ شفتي كان في 700 نفر النهارده، وشفتي الفلوس اللي دخلت عشان بس يتفرجوا عليكي؟ ترد عليه تقول له النخل، النيل، الشمس. فكان دايما ليا عشق لقدماء المصريين وتاريخنا القديم، واحنا مش مهتمين بيه في السينما او في. فجت فكره عروس النيل من احساسي وتاثيري بتاريخنا.